السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل متابعيني. إحنا النهاردة عملنا كنافة بالكريمة. الكنافة الخطيرة دي يا ريت لو عايزين تعرفوا طريقتها بالظبط، أحلى بتاعة المحلات بكتير قوي وأوفر بكتير جدا جدا جدا. تابعوني لآخر الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. النهاردة إن شاء الله غلط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم، حبيبي يا رسول الله. أهلا وسهلا بكل متابعيني، أهلا بكم من مطبخي، مطبخ غدا شوقي. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض كنافة بالكريمة. إن شاء الله بإذن الله تعجبكم. هنعملها هتبقى أحلى بتاعت بره، مش زي بتاع بره، هتبقى احلى بتاع بره واوفر كتير كتير كتير. واحنا هدفنا دايما في اكلنا ان هو يكون موفر ويكون انضف واحسن من بتاع بره. هنسمي الله بقى كده ونقول على المقادير بتاعتنا بسرعه بسرعه. اول حاجه هنعمل السيرب مع بعض، اللي هو الشربات او العسل او القطر، يعني زي ما حضراتكم تحبوا تسموه. انا معايا 2 كوباية كبار سكر، 2 كوباية ميه، ليمونه، فانيليا. ده كده القطر بتاعنا. هنسمي الله بقى كده وهنحط الحاجة بتاعتنا ونرفعها على النار عشان على بال ما نخلص يكون ايه الشربات بتاعنا استوى. تمام كده هنحطه ونحط له نص ليمونة عشان السكر ما يسكرش، اهي مش محتاجين اكتر من كده. اهو ادي الشربات بتاعنا، هنرفعه على النار بعد ما يغلي لمدة 5 دقايق ونقفل عليه. كده خلصنا من اول حاجة. بسم الله. هنشتغل بقى في بقية المكونات بتاعتنا. الفانيليا طبعا بنحطها في اخر مرحلة، ما بنحطهاش دلوقتي. تمام. انا عندي الكنافة بتاعتي، عندي ايه بقى ليها؟ عندي ليها 1 كوباية سمنة، نص كيلو كنافة بياخد 1 كوباية سمنة، بياخد 2 معلقة سكر، بياخد الكنافة. تمام. عندي هنا ايه بقى؟ عندي نشا وعندي قشطة وعندي حليب. هنعمل بيهم ايه؟ هنعمل الكريمة بتاعة الكنافة. احنا شغالين حاجة حاجة، الكنافة دي اخر مرحلة هنشتغل فيها. تمام. هنجيب بقى الحليب بتاعنا. بسم الله. هناخد ادي 1 كوباية حليب، وادي التانية بقشطتها. احنا عايزين الدنيا دسمة، مش عايزين حاجة خفيفة. الكنافة ما بتتاكلش الا دسمة. هنحط لها ايه بقى؟ هنحط لها 2 معلقة نشا كبار، اهم انا معايراهم اهم، 2 معلقة نشا كبار، مش هنحط اكتر من كده معانا. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ احنا ما بنحطش سكر على الكريمة. ليه؟ لان الكنافة بتبقى مسكرة والعسل بتاعها او الشربات بتاعها بيظبط الدنيا. بعد دي ما تنزل على النار وتتقل، قوامها يتقل، هنحط لها 1/2 كوباية قشطه. مش طبعا دي كده، دي كده كوبايه، هناخد نصها بس نحطها لها بعد ما تبرد عشان خاطر طعمها، طعم الكريمه يكون موجود. تمام. احنا هنرفع دي بقى كده على النار مع بعض. يبقى صينيه اللي هننزل فيها الكنافه. انا شغاله معاكم خطوه بخطوه اهو. هنحط الكريمة على النار، وادي الصينية بتاعتنا اللي احنا هنعمل فيها الكنافة. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنسمي لها كده. انا الكنافة مرضتش اشيلها من كيسة عشان ما تنشفش. تمام. هوري حضراتكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. انا في حاجتين بعملهم مع الكنافة. اول حاجة يا بحطها في الفريزر ان انا اسيبها تتلج واكسرها، يا اما اضربها في الكبه. ما عندكيش وقت لده ولا لده، هوري حضرتك تعملي ايه. زي ما انا ما بعمل كده اهو، بمسكها كده وافككها كده من بعض. هي ما شاء الله نحاول نخلي لما الراجل يدينا كنافه ما يديهالناش مكبسه في بعض. اوكي. انا بس اجيب ده كده عشان اوضح الرؤيه بتاعتي، اهي كده اهو. هنعملها كده نفككها من بعض بالمنظر ده كده، اهي ادي اللي احنا عايزينه. هي في بعض المحلات بتبيعها مفرومه
وفي بعض المحلات بتديها لك زي ما هي كده، فزي ما حضرتك تحبي تعمليها. تمام، هفتفت بقية الكنافة بتاعتي هقطعها وارجع لكم. احنا خلصنا الكريمة بتاعتنا اهي، خدت القوام ده، هنسيبها بقى نص ساعة كده تبرد ونرجع نشتغل فيها. احنا دلوقتي الشربات بتاعنا خلاص خلص، سايبينه بيبرد. الكنافة بتاعتنا خلاص قطعناها، خلصنا تقطيعها اهي، ما شاء الله زي الفل، اهي جميلة جدا جدا. انا الاول كنت برش عليها السمنة وادعكها وبعد كده احطها في الصينية، بس اكتشفت ان هي بتكلكع، فهنعمل ايه، هنرشلها بس شوية سكر بودرة. السكر البودرة ليه ميزة ان هو بيتكرمل في النار وبيديها لون حلو قوي قوي. السكر بودرة بقى احنا عارفين ان هو بيكلكع، بسم الله. هنبدأ ناخد الكنافة بتاعتنا كده بالشكل ده، ونحاول ايه، لو هي مكتومة يعني ملفلفة على بعض نفرفطها كده. هنقول الصينية دي كبيرة على نص كيلو؟ لا مش كبيرة، الصينية دي حلوة قوي قوي على نص كيلو، مناسبة يعني عشان انا بحبها تبقى زي الكنافة الجاهزة بالظبط، يبقى حجمها رفيع. اهي تمام، يسد اي فراغات فيها اهو بالشكل ده كده. هنجيب بقى دلوقتي السمنة بتاعتنا، سمنة احنا مسيحينها بس مش سخنة. تمام، نمشي عليها بالشكل ده كده. ومعلش بقى سامحونا، الكنافة معروف ان هي بتاخد سمنة كتير، لان هي من اكتر انواع الحلويات اللي بيستخدم لها سمنة يعني. ممكن احنا في الاخر لو في سمنة زيادة نزلت في معانا نشيل منها. ادي الكريمة بتاعتنا اهي، طبعا مسكت نفسها شوية، هنبدأ نفككها من بعض كده. وهنبدأ ناخد القشطة نحطها عليها، بسم الله، ناخد حتة قشطة حلوة كده وناخد معلقة سمنة. معلش سامحوني اصحاب القلوب الضعيفه تستحملني. هندعك بقى القشطه مع الكريمه، نخليهم يمتزجوا مع بعض. احنا زي ما قلنا، زي ما احنا متفقين، ما حطيناش سكر على الكريمه اهي عشان تبان. معلقة القشطة دي او نص كوباية القشطة دي هتديها طعم رائع، هتعجبكم قوي قوي قوي، وهتخليها زيها اكنها كلها كريمة، بسم الله. اهو نبدأ بقى نوزع الكريمة عليها. انا مش عايزة الكريمة خفيفة عن كده، ليه؟ عشان خاطر لو خفيفة عن كده هتبدأ تسيح وتتحرق فقاع الصينية، احنا مش عايزين كده، احنا عايزينها تبقى ماسكة نفسها اهي. نبدأ بقى نوزع الكريمة بالشكل ده كده، ما نحاول ما نخرجهاش على الحروف بره قوي، صدقوني الطريقة دي هتعجبكم وهتدي طعم حلو قوي قوي، بسم الله. ما نسيبش اي حاجه فيها كده. نبدا بقى ننزل بقيه الكنافه بتاعتنا على الوش، بسم الله. وهنكرر نفس العمليه، وهنحط برضو السكر السمنه في الاخر خالص،
ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم. يعني الواحد انا دلوقتي والله ما بقتش بشتري حلويات من بره بقدر الامكان، اي حلويات ولادي يطلبوها بنعملها في البيت، بتكون اوفر وبتكون احسن والسعر بيكون طبعا مناسب. حاجات كتير قوي بتكون موجوده في قلب البيت، يعني السمنه موجوده، السكر موجود، بنشتري بس لو دقيق برضو بيكون موجود. يعني مثلا احنا بس ما اشتريناش النهارده يعتبر غير الكنافه والقشطه، محوشينها من اللبن بتاعنا اهو، نضغط عليها بالشكل ده كده. معلش سامحوني لو انا مطوله عليكم عشان خاطر بس نظبطها. طبعا هي لما هتستوي هيبدأ كل الارتفاع ده ينزل اهي، نلم بقى الحروف بتاعتها كده عشان مش حاجة تتحرق اهي. طبعا كل ده كده نحطه، خضة الفرن دي لازم في كل مرة، ما يبقاش الفرن بتاعي لو ما عملش كده. ناخد بقى السمنة بتاعتنا، بسم الله، وهي نية كده ريحتها روعة أصلا. هندخلها بقى الفرن وإن شاء الله هنطلعها بعد يعني 10 دقايق ربع ساعة كده لما تاخد لون من تحت، علشان خاطر نعمل ايه، نقلبها. انا بحب اقلب الكنافة عشان بيبقى الجزء اللي تحت بيبقى مظبوط شوية عن الجزء اللي فوق. تمام، هنحطها في الفرن لمدة 10 دقايق كده ولا ربع ساعة ونطلعها نشوف شكلها هيكون ايه. دلوقتي احنا الكنافة بتاعتنا طلعناها من الفرن، هنقلبها بقى علشان خاطر نسويها على الناحيتين. بسم الله اهي، بسم الله ما شاء الله، شايفين اللون بتاعها جميل ازاي. اهي هنحطها بقى في الفرن تاخد اللون التاني، اللون الجولد الوش التاني، ونطلعها بقى عشان نسقيها بالشربات مع بعض كده. خلاص حبايب قلبي، احنا خرجنا الكنافة بتاعتنا اهي من الفرن، ما شاء الله عليها لونها رائع، عملنا الشربات بتاعها، شربات ولا خفيف ولا تقيل، هو غامق شوية عشان السكر غامق، والسكر على فكرة الغامق بيكون افضل من السكر الفاتح. انا حطيته كده في لبانة بوز كده عشان خاطر اما اجي اوزع الشربات يتوزع كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، الشربات بارد والصينية سخنة، ده اهم حاجة. عايزين نفتكر ان احنا ما حطيناش سكر على الكريمة علشان خاطر السكر البودر اللي احنا حاطينه والسكر اللي احنا حطيناه دلوقتي. تمام، اهي ما شاء الله عليها، والله العظيم ما قادرة اقول لكم ريحتها عاملة ازاي، ريحتها جبارة جبارة بجد. نقطعها بقى مع بعض، هي المفروض كانت تستنى شوية بس احنا طبعا مش هنستنى عليها، احنا عايزين ننجز يعني كده ونوريكم جمالها. بصوا شاربة السكر مقرمشة طرية من النص، كل المواصفات الحلوة فيها، يعني بنص كيلو نعمل بمقدار 2 كيلو كنافة، بسم الله ما شاء الله. يعني هجيب بس سكينة واجيب طبق عشان نقطعها مع بعض. نقطع بقى الكنافة مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، جميلة جدا جدا جدا، شارب العسل بتاعها مظبوط، كل حاجة فيها مظبوطة. إن شاء الله بإذن الله تجربوها بطريقتي وتعجبكم إن شاء الله. الطريقة دي أنا معتمدها من سنين السنين، يعني من سنين كتير جدا جدا وأنا بعملها بالشكل ده، تاكل وهي سخنة روعة، تتاكل وهي برد اروع، يعني في كل حالاتها جميله. الكريمه بقى احنا مش بنعملها
سايبه او طريه قوي، علشان خاطر لما نيجي نقطعها بالشكل ده ما تقعدش الكريمه ايه تخرج من الجنب كده وتبقى شكلها مش ظريف. لا احنا عاملينها زي بتاعت بره بالظبط، الكريمه ماسكه نفسها وفي نفس الوقت مش ناشفه. تمام، انا بس بقطعها قدامكم اهو عشان تشوفوا القرمشه بتاعتها من بره والطراوه بتاعتها من جوه. حاجه بقى كده بصراحه يعني فاخر من الاخر. ان شاء الله تعجبكم باذن الله وتعجب الاولاد قوي قوي، وفي نفس الوقت بقى الاولاد اللي ما بياكلوش الالبان، ما بيشربوش الالبان ولا الجبن ولا الحاجات دي، هتمشي معاهم كويس قوي قوي. فرصة يعني ندخل لهم اللبن في جسمهم. تمام كده، بسم الله نبدأ بقى نطلع كده حتة كنافة. اللهم صل على النبي، ما شاء الله ما شاء الله. مش قادرة اقول لكم بقى الجمال، بصوا شايفين، اوريها بقى حاجة. بصوا الكريمة، الطبقة بتاعت الكنافة مش تخينة، دي اهم حاجة ان ما تبقاش الكنافة تخينة قوي قوي، اهي زي الجاهزة بالظبط، ما تفرقش اي حاجة عنها اهي. بصوا جميلة جدا جدا جدا، ان شاء الله باذن الله تجربوها وتعجبكم، ويا ريت لو عجبتكم متنسونيش في اللايك والسبسكرايب، ودعوة حلوة من القلب، وان شاء الله قبل ما يجي رمضان على خير وتعملوها في رمضان برضه هتبقى حلوة قوي قوي، لان الكنافة من انواع الحلويات اللي بتسند القلب يعني. ف يا ريت لو عجبتكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والسبسكرايب، ويا ريت دعوة حلوة من القلب. اشوفكم على خير في فيديو تاني ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.